بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بزراعة محصول البطاطس. اتكلمنا في الفيديوهات السابقة عن عملية اختيار الأرض وظروف المية بتاعة الري، واتكلمنا عن التقاوي والكثافة النباتية. النهاردة بإذن الله تعالى بنتكلم عن التجهيز بتاع الأرض بتاعتي. التجهيز بتاع الأرض في الأول طبعا نتيجة أنك أنت لو حصدت بطاطس في شهر مايو 5 وعايز تزرع بطاطس تانية، هو المفروض يتعمل دورة، ولكن يعني دورة زراعية، ولكن في الحقيقة ده ما بيحصلش عندنا في مصر إلا تقريبا بس في مزرعة 6 أكتوبر في الصلحية، غير كده ما بيحصلش عندنا أي دورة زراعية في مصر. فانت هتزرع في شهر 5، انت هتحصد البطاطس بتاعتك الصيفي في شهر مايو، وتبدأ تزرع بطاطس تاني فهتجهز لها بداية من شهر 15/9 15 سبتمبر يعني. ففي الفترة دهية الأرض تقريبا بتبقى متروكة، وفي ناس شاطرة ممكن تاخد منها 70 يوم، دول بتاخدهم محصول أعلاف وبتعمله سلاك زي الذرة الشامية. أيا كان، المهم إذا كانت الأرض ما فاضتش وكانت مزروعة حاجة زي الذرة أو حاجة زي البطيخ اللب، فبنيجي طبعا بتبقى المية متواجدة فيها، فالتراكم بتاع الأملاح ما بيبقاش كتير على سطح التربة. أما إذا تركت الأرض فترة كبيرة اللي هي من شهر 5 لشهر 9 في حدود 4 شهور، فطبعا بيحصل بخر للمية اللي هي في التربة، وبالتالي بيطلع سوليوشن مية بالملح، المية بتتبخر وبيفضل لنا طبقة أملاح في الروت زون أو طبقة الجذور اللي هي هيشتغل فيها المحصول ده هو. فوجود الأملاح بتركيز عالي بيعمل لنا مشاكل، فبنقوم في الأول بنعمل حاجة اسمها غسيل ليشنج، بنغسل التربة من الأملاح دهيت، فبنمشي بنبطئ حركة جهاز البيفوت عندي ل50 أو أقل كمان عشان يعمل لي رشح كويس في التربة ويعمل لي قطاع مائي كويس في التربة، فبيقلل الحركة بتاعت البيفوت وبيبدأ يغسل الأرض بتاعتي لحد ما بيوصل الرشح بتاع المية لحوالي 60-70 سنتي في التربة، وبالتالي بنبدأ تجهيز الأرض بعد كده. مش بعد الغسيل على طول تنزل الجرار، نزول الجرار بعدها ده هيملك تضاغط في التربة وهيعمل سوء تهوية وهيعمل مشاكل كتير، تمام؟ ربما واحد يقول لي طب ما احنا ننزل القلاب بعدها. لا، العجن بتاع التربة شيء، وان الارض تتهوى ده شيء تاني خالص يعني. واذا كنت عايز ترسع الموضوع كويس، بس المقام اقرا في طبيعة الاراضي وشوف عملية التضاغط بتاعة التربة وهدم البناء بتاع التربة بيعمل في النبات ايه. ما علينا، المهم بتسيب يومين ثلاثة كده لحد الأرض ما بتبقى مستحرسة، ومستحرسة يعني بتبقى في الساعة الحقلية. الساعة الحقلية يعني إيه؟ يعني ما تعجنش يعني، لو حردت، لو دخلت الجرار يحرد فيها ما تعجنش. بندخل بنحرت الأرض بتاعتنا كويس، وبعد الحرث المفروض بينزل القلاب، تمام؟ لما بينزل القلاب يا جماعة، المفروض القلاب ده هو بنعمله عشان يفكك للتربة نتيجة الحصاد والبتاع المرة اللي قبلها وهرس العمال وهرس المعدات، فالتربة حصل لها تضغط، فبننزل القلاب يعمل عملية قلب كمان للتربة، عملية من تحت لفوق، بحيث ان احنا نعرض التربة بتاعتنا للشمس وان هي تكون جاهزة للزراعة، وما بيبقاش فيها أي طبقات صمة تعيق عملية نمو الجذور بعد الزراعة. لو الأرض عندي رملة والأول مرة تزرع، يعني مش حابة قلاب، يكفي المحرات. لو هي أرض تميل لأكسيد الحديد أو اللون الأحمر، ممكن ننزل القلاب، وطبعا كل بتوع البطاطس بنزلوا قلاب، وده شيء معروف يعني، تمام؟
بعد كده السؤال بقى حتة المادة العضوية يا جماعة، هل نضيف مادة عضوية ولا ما نضيفش؟ نضيف مادة عضوية أو ما نضيفش ديت على حسب خصوبة التربة. الأرض لو لأول مرة تزرع يبقى لازم تضيف مش أقل من 15 متر مكعب أو 15 طن كومبوست لازم، والكمبوست طبعا بيكون خالي من بذور الحشائش وخالي من النماتودة ومسببات الأمراض، وطبعا الكلام دوت عشان تبحث عليه في مصر مش هتلاقيه، أنا صريح وبكلمك الصراحة. تمام، كلمة زي ما قلت كده كلمة بايخة كده بتتكتب، بتبقى يعني مش ذنب المعمل، ولكن هو أصلا اللي بيبقى شغال في الشغلانة ديت بياخد شوية كده بحضنهم تحت السرير ماشي، وبيعمل فيهم البدع يعني، وبياخدهم للمعمل، فالمعمل بيشهد ان الدنيا كويسة. تمام، ولكن الحقيقي بقى لو احنا نمشي صح، المفروض مندوب من المعمل هو اللي بروح يسحب من الكومة دهيا اللي يتباع فيها وبيدي التقرير بتاعه عنها فيها ايه بيتقال. اما احنا اعتدنا ان احنا نكتب السي ان ريشيو بتاع الكمبوست قد كذا، وبتاع نسبة البذور الحشائش خالي من البذور الحشائش وخالي من النماتودة، تبص تحط البيتموس الكمبوست والأر الأول مرة تزرع تلاقي بقدرة قادر كده يا مؤمن اتملت حشيش. منين؟ مش شغلانتك. تدخل بقى في السنكور والقصص اللي ايه اللي احنا عارفينها دي كلها. ما علينا، بتحط بيتموس كومبوست لو الأرض الأول مرة تزرع. خد بالك أنا متعود على بيتموس عشان يعني البيوت المحمية وشغل الخضر وكده. فبنزرع طبعا بنحط كومبوست أو مادة عضوية، أنا منصحش بيها، منصح بالكومبوست طبعا. تمام، كومبوست برضو إلى حد ما متخمر وإلى حد ما برضو كويس مش وحش يعني، إذا كان من مصدر برضو موثوق فيه. تمام، فبنحط الكمبوست بمعدل 15 طن للفدان لو الأرض الأول مرة تزرع، وقد تصل ل20 ولو حطينا 30 مفيش مشكلة، المهم يكون عندك. تمام، أرض أول مرة تزرع يا جماعة وما تزرعتش محاصيل قبل كده لا ننصح بزراعتها بطاطس مطلقا. أرض أول مرة تزرع وما تزرعتش قبل كده محاصيل وتغسل قطاع الأملاح اللي فيها، أنا لا أنصح بزراعتها بطاطس إطلاقا. لازم تحط فيها محاصيل اللي هي محاصيل الاستصلاح، حاجة زي البرسيم مع شوية شعير كده اتبدروا الاتنين مع بعض وبنحرتهم نعملهم كجرين مانيور أو سماد أخضر يعني، الاتنين مع بعض بنعملهم سماد أخضر وبنحرتهم في التربة، فبيزودوا لي الخصوبة بتاعت التربة، وبنغسل الأملاح اللي عندنا، بفككوا لي التضاغط اللي في التربة، كلها حاجات مفيدة. أما أرض اتزرعت قبل كده فما فيش مشاكل، بننزل فيها القلاب على طول بعد عملية الحرت. طب المادة العضوية يا جماعة اللي هنضيفها دي هنضيفها قبل القلاب ولا بعد القلاب؟ في فيها كذا مدرسة، المهم يعني في مدرسة بتقول إن إحنا نضيف قبل القلاب، وديت المدرسة ديت اللي هم الناس اللي ضدها بيقول لك إن القلاب بيجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت، فكتير من المادة العضوية بيهدر في الطبقات التحتية في التربة خصوصا لو القلاب كان عميق يعني. تمام؟ في ناس تانية تقول لك لا احنا نحطها بعد على الماركر، بعد الماركر وقبل الردوفيتور، بعد الماركر وقبل الردوفيتور. تمام، في مدرسة تانية بتحطها بعد الزراعة، وانا بصراحة دي اشتغلتها مع حد يعني هو مش زراعي ولكن يعني كنت شغال معاه فاصر ان احنا نعمل كده. هو بيعمل ايه؟ وبيحط سماد دواجن، وبالتحديد كان في مزرعة الجيش يعني، كان بيحط دواجن. تمام، بيجي بعد 4 أيام من الزراعة، 4 أيام من الزراعة طبعا المصطبة عاملها كويس، بيدخل الجرار بالمقايسات المتفق على الستاندر يعني 180 جرار 180، والمقطورة اللي وراه ما بتبقاش 180 بس إلى حد ما يعني ما بتمسش خطوط البطاطس، بيمشي وبيبدر سماد دواجن على بعد الزراعة. تمام، بعد الزراعة 4 أيام بيبدر سماد الدواجن على المصاطب، وطبعا احنا بنشغل مية في خلال الفترة ديت، فبيجي طبعا الريج يدخل بعدها فبيلاقي طبعا الدنيا ما شاء الله. اول حاجة السماد بتاعه تعرض للشمس، تاني حاجة تعرض للمية، فلو كان في سخونة ولا حاجة برد، فبيبدأ مجرد النبات ما بدأ يطلع تبص تلاقيه ابتدى يضم عليه الريج، فما بيحصلش خسارة كتيرة من البتاع المادة العضوية اللي هو حطها ديت، ودي حاجة بصراحة يعني كانت كويسة. طبعا بيحط الخدمة برضو السوبر المحبب والبوتاسيوم المحبب، بحطه برضو
في نفس ال ال بيبدروا بعد برضو الزراعة. تمام. طيب في مدرسة تانية اللي هي بتحط البيتموس قبل القلاب وبيدخل القلاب، وبعد القلاب طبعا يدخل الماركر. تمام. الماركر اللي هيعمل مصاطب اللي احنا عارفينها ال 180 بالنسبة لي البلانتر اللي هيزرع الاثنين خط او الاستراكتورال، فبيدخل بحيث ان هو اتنين خط، فبيشق المصطبة لخطين، الخط بيبقى العرض بتاعه 90 سنتي. بعد ما بيعمل عملية الماركر بيدخل البدارة بتاعت السماد الأساس اللي هي بتحتوي على، إن كان يحط كبريت زراعي ولا يحط بوتاسيوم محبب مع الداب أو يحط السوبر المحبب مع سلفات النشادر، كل ده بيضيفه. وطبعا البدارة بتبقى ماشية في على المصاطب، المصاطب اللي هي ال 180. تمام. بعد ما بيضيف الحاجه دهيت اللي هو السماد الاساس دهون، بيبدا يدخل الروتوفيتر بحيث انه يعمل له خلط مع التربه بتاعته، وبعد كده الروتوفيتر، بعد الروتوفيتر بيدخل يزرع الزراعه بتاعته، بيدخل يزرع الزراعه بتاعته. وبعد الزراعه طبعا وبعد الانبات طبعا بيبدا يعمل عمليه الريتش. تمام. لحد كده. وعايزين بس نتكلم على في بقى ناس قبل ما بتعمل الحاجة دي خالص، مجرد القلاب ما قلب والدنيا تمام، بيحط كل الحاجات ده، بيحط يعني القلاب قلب بيحط السماد البلدي وبيحط السماد الـ 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 الأساس بالبضارة، وبعد كده بيدي الأرض وش حرت عشان من كان ديسك او بالمحرات العادي، بيعمل وش حرت عميق، وبيبدأ يدخل الماركر عشان وش الحرت ده، عشان ايه؟ عشان الالات اللي عدت اللي هي بدرت واللي هي عملت الحاجات دي كلها. طب ما بحطش ليه المادة العضوية قبل القلاب عشان يحتفظ بيها في الروت زون او المنطقة السطحية بتاعت التربة دهيت. وده شيء على فكرة كويس جدا وانا بأيد ده. هو تمام، هو مكلف شوية ومتعب شوية، ولكنه في الاخر بيكون كويس جدا. بتمنى ان احنا نكون استفدنا من الكلمتين اللي احنا قلناهم دهوت، وبنواصل ان شاء الله تعالى في سلسلة زراعة البطاطس من الألف إلى الياء. بشكركم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.